الرئيس السيسي يؤكد أن نشر الأخبار الكاذبة والتشكيك في الدولة المصرية يرقى لمستوى الخيانة والتآمر. رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تمويل إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية. الإسكان تطرح 125 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي والمتوسط كمرحلة أولى ضمن مبادرة الرئيس السيسي. موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وكذلك عدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم. وفي مداخلة للرئيس السيسي خلال الافتتاح، قال إن الحضور في العام الدراسي الجديد سيكون مختلفا هذا العام في ظل أزمة فيروس كورونا المستمرة والتي تحتاج إلى الانتباه إليها حتى نستمر في تحقيق انخفاض في الإصابات. كما قال الرئيس السيسي إن مصر ظلت سنوات طويلة بدون رغبة في التواجد على ساحة التنافسية التعليمية وخارج التصنيف العالمي للجامعات، لافتا إلى أن الوضع الآن تغير ولدينا جامعات تفتتح لأول مرة هذا العام. وفي سياق آخر، أكد الرئيس السيسي أن محاولة نشر الأخبار الكاذبة والتشكيك في الدولة المصرية يرقى لمستوى الخيانة والتآمر، ودعا الرئيس السيسي المصريين إلى الحفاظ على بلدهم وعدم الانصياع قراء الكذب والشائعات، مؤكدا أن مصر كانت دائما وستظل أيديها طيبة ونواياها جيدة تجاه الآخرين. شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقد التمويل المشترك لتمويل إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية البحرية بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وتحالف مصرفي يضم البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي بقيمة 5 مليارات جنيه. هذا حضر توقيع وزراء كل من التخطيط والمالية، قطاع الأعمال العام والنقل، ورئيس هيئة قناة السويس. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك لاستعراض بعض القضايا واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة استعدادا لمواجهة السيول التي يمكن أن تتعرض لها البلاد خلال الفترة المقبلة، مشددا على رفع درجة الاستعداد وإرسال خطابات لجميع المحافظين للانتهاء من الاستعدادات التي تتم، مؤكدا أن الأجهزة المعنية تواصل حاليا جهود تطهير مخرات ومنشآت الحماية من السيول التي تم تنفيذها. وأكد مدبولي أن الحكومة جادة في تنفيذ مستهدفات الإصلاح الهيكلي بمنتهى الحرص والانضباط، موضحا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ورؤية مصر لبرنامج الإصلاح الهيكلي في مؤتمر يعقد خلال شهر أكتوبر المقبل. استعرضت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم أبرز الجهود التي قامت بها الوزارة استعدادا للموجة الثانية من جائحة كورونا. وأشارت وزيرة الصحة إلى جهود تدريب الأطقم الطبية على بروتوكولات العلاج ومعايير مكافحة العدوى، موضحة أنه فيما يخص مستشفيات الحميات. ونوهت الدكتورة هالة زايد إلى أنه تم عقد اجتماع مع مدير هذه المستشفيات وتنظيم دورة تدريبية مجمعة لمرشحي جميع مستشفيات الصدر للتدريب على أساسيات الإنعاش القلبي الرئوي الحد من انتشار العدوى. كما نوهت وزيرة الصحة إلى أنه تم تأكيد على إجراءات العزل المنزلي والتأكد من استلام جرعات العلاج، وفي الوقت نفسه تم متابعة تطور الأعراض والتعامل مع ظهور أي مضاعفات والتأكد من استقرار الحالات وتماثلها للشفاء. وافق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان على طرح 125 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى، وذلك ضمن مبادرة الرئيس السيسي لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن. هذا وسيتم العرض على مجلس الوزراء لاعتماد أسعار البيع وحدود الدخل بالنسبة لوحدات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط. مشاهدينا، انتهى موجز الأخبار. شكرا لحسن المتابعة.